الشر يا بشام من دهر بالشاذة تكاي برخضريو برقول الكنوة بالخير اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم وفقنا لما تحب وترضى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. سود هو مرتبه شرفت بسود هو هذا بركي سود وين هنا انت كذب وحنا مرينا يا اجندر كشركه وننكن ولا كان او دلك لبرهي ينجنيه دلك سو سلام marka ajandarka waxaan ku wareejin soo dhawaadana inta nin oo maanta isla joogto kaya lixdan iyo dhowr sano maraysa inta nin oo reer waafatay oo walaal ah oo isqalbi og oo faraxa u imaata muwaafaqan ya kii itoobiya caw bari waan ognahay xaaladiisa kii inta joogana waan ognahay ما أنت الواقع الحمد لله رب العالمين أنا جد أحرانا البؤوية تمكن أجر المالة وفي جوغة أون رافتين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يكون أسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أدي أدب أم بسنتي كذا نوصل لبيسين أنا كو وقت صلاة اللغو جرى الإيماني أدي أدب أم بسنتي سين نوصل لبيسين بلسم عم بانو كرسين صفي عم بانو سلبيسين مزيج أبتي بقول هاي وقت جاوم بيعرض نفسه قرتي
سيدي وقت قبل أردت إني سوق الإنسان أن نوصل ويسين ثم راح كان جودي دارات بس ميسين إلى غير هذا إلى أجر أنا قصدي بس ماشي نعلى على كلنا فما أدري مرجع كسره وقت تجو جابني هاي أنا هذا الكسيب بدي مرجع مرت وحر و هنا توجس كلنا سدويسين على كلنا توجس مسدويسين كلي لا مسدويسين وغاس عبد الوهاب وغاس حسين وغاس خليل وغاس مرسل وغاس وحان كلها هي صور دواو فكان واتت كاري وحان أمنا واتتها أغبا ضمان تأكتوري تارس مو يكولوي تنا 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 أغبا ضمان تنا أغبا ضمان تنا أغبا أغوي وحان أمنا وحي لهم بمجرى بسكول بيلاغا هي وحيلها هاي المستشفى وحيلها هاي بيفي عن ومعان معان بالتاني تبي لها هاي وهواين كفو ملان سكندري سكول بيلها هاي وان هذه وحاكم قانون اني استاتس كل السيو المجال ويش ديفيشن ان السيو تشيف بيلها هاي اسيستنت تشيف بيلها هاي وعدونه marka ku soo dhawaaw magaalada ku soo dhawaaw dadkan waxaan u maleen ugaaska ogaayro in inaan u yar saacadeyno hal ku soo dhaweeyna saacaba marka hore waxa salaamahay oo salaadstan ku salaamahay odayaasha culimada diinka salaadinta dadaha dogo شلنا أن كسبنا جارسة وعلوهن وقف كم كان أنت وقياس أنجرين إن إيش نشنا يوصل دويين وربما ما علنا يا ما أنتنا إن علوهن إيو فهو فتبي أنت هالك فرق ذنا وربما ما علنا يا سيدا أن نوصل دويين كنتي وافتة ما رب هذا بتجي عيل برد ودقمة قديمة ودقمويه كصوماليا كميدا هذا هذا حق إثيوبيا دقمة على اللي ودقمة وين أرض قارب بدن وبيجي عمر هيو وسرعات يحورها شو جنا هذا مرنا بقياس كم هذا بقالة إنك استود عليها ولا دقيني هاي هذا تاريخيا نوكاس شو بلان ولا أكتير وشغف حام وصل بتاريخ سعد كرني صار oo ingiriisku uu qoray oo halganki ka dhacay dulkaasi fogaabiye uu ah waan maqashin skorba lagu daray wabiga waxay ku timid wax kale ma aheyn markuu la dagaalay gaalada oo ka qabsaday howlish ayaa asoon dad iska difaaci karin yaa wuxuu fikiray inuu sakhorti ku furo wabiga si ay gaalada u qaaday horta reer waafatay deegaankiisu halkaas haddana waxaan moodaa qol kasta inay u haysteen reer waafatayhiin oo qad kale jirtaba aysan jirin ما تبغى غيره يا مرك ونعيل بردية عادة الأشياء يا بؤر وفتحها شوقة كينيا جارسة ما تحرك مكسوقة كنت هنا يهين ده قاعد أول أكسن أو اسمه دوبان أو اسمه قلب أو كنت مركز تا سنة شركة تكون بقى لهاي اسمه حرن أو اسمه غلا أنا أردت أسمع هذا الأسكال أولياش وينا الله هو نحرس تقول حاجة كم هذا هذا وقت ماشي أنا لو مقع طالع اسكو هين تسكو هين أنا هذا نشيل كي كده بيجي أي طالع وما تقول كم هذا يوم جميل إنه صار أنا شو أنا اسكو ما أنا وأنا قم هذا علنا رنتي أنا عيل برد وحاجة الكيد وين والله عيل برده ما بقى شيء برده سما برده هو مثل هو فت ومركي وحنا عان ama barwaqaha noqoto ama culad ha noqoto ama markii qof uu la rabay in wax loo sheego ha noqoto meesha saas ugu tagaa wax lay bardi hana lagii idu wara ma waxa fadhidan geed kulan oo mana buu waxaan leeyahay waa haajiga runti hayli noqdo mid ka asbuuda ma arsan markaas shalaysan waxa fadhidan shalaysan hayli ta soo socda gaarsi kama fogaa هذا هو صوب الرسول مركز جيتن كله كله ما تنفق كل ميو أو ريو يفتح كل ميو هذه
runtii asaga naftii waa geed taariikh kale ee aniga sharaf iyo karaamo ay tahay maanta in anigu oo Soomaali ka imaaday weligaa aan gaarsa inaan maanta kulanka hoos taagana intaasoo qoday oo waxay waafaqsan dhalinyaro ah ee dan ay halkan joogaan farxad weyn bay tahay wax yar baan ka tamayay aadan barad ducaala yaa ka fiirsay telefishinka kulli dee huuru baa dhabay baa laga yaabaa kooxdood weerar baa fadhiya ruuxuul caawan saaxiib marka arkay buu nikilaya buuro ka hadlay wiida wax leeyahay anuguna caawan saaxiib markaan kulanay islaam baa hadda ka waruxay tiri gabadheedii malaha intuu nin guursan xoog badan buu ya gabadha uu kasoo bixi waayay islaantii sidood waxay tiri gabadheeda hagar baa ninkaa ku jirtee gabadhani waayan bay marka inagoo kulan fadhina geedka kulan intaa aan joogin gabadha in wax laga qaban waayo hagar baa imaanaysa marka ninkii dhaqaalaha inaan dhaqaalaha bixiyo ninkii duco iyo qalbi hayana u duceeyo inuu ilaahay caafiyo dowladda ragga ku jirana sida gabadhaas caafimaadkeeda lagu daaya laha ha laga falgalo.